هناك إشكال يرد، وهو أن عائشة رضي الله عنها دفن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيتها، ولا شك أنها تصلي وتقوم بشعائر الدين. ولذا قد يكون مستند بعض فقهاء الحنابلة في قولهم إن المقبرة إذا كان فيها قبر أو قبران فيجوز ولا يأتي النهي، هكذا ذكروا، لكن أقول لعل مستندهم ما جرى في بيت عائشة رضي الله عنها. بالنسبة إلى ما ذكره بعض فقهاء الحنابلة من جواز الصلاة في مقبرة يكون فيها قبر أو قبران فإنه مردود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخصص. ولذا استدل البخاري رحمه الله بتحريم الصلاة في المقابر بقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فدل هذا على أن الأصل عدم الصلاة في المقابر، فنهاهم أن يدعوا الصلاة في بيوتهم من النوافل حتى لا تكون شبيهة بالمقابر التي لا يصلى فيها. وأما بالنسبة إلى ما طرح من إشكال حول وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أولا يقال بأن الأمة أجمعت على هذا الأمر، ثانيا أن عائشة رضي الله عنها يحتاج إلى دليل في كونها تتقصد المكان القريب من قبور هؤلاء الثلاثة وهم النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. الأمر الثالث أنه لو حصل مثل هذا فإنه لم يكن عن قصد، وإنما وقع اتفاقا، لأن عائشة رضي الله عنها ما كانت تعمل هذا قبل وجود هذه القبور، فدل على أن فعلها ليس عن قصد. الأمر الرابع لو أنها أي هذه القبور أخرجت لترتب عليها مفاسد، ولو أنها هي رضي الله عنها خرجت لترتب على خروجها مفاسد. إذا أمرت بالصلاة في المسجد دائما فإنه مخالف لما هو أولى لها من الصلاة في بيتها، ولو قيل بهذا فأين سائر العبادات التي تقوم بها في بيتها؟ الأمر الخامس أن عائشة رضي الله عنها مما يؤكد على أنها لا تؤدي العبادة قريبة من هذا المكان، كانت تقول: كنت أضع ثيابي قبل أن يدفن عمر في بيتي، فلما دفن ما وضعتها. الأمر السادس أن في بيتها قراما، وهو البيت الصغير الذي يكون مخزنا، أي ما يشبه المخزن الذي يوضع فيه الطعام والشراب. الأمر السابع أن بيت عائشة لم ينقل أنه وصف بأنه مقبرة، فدل على خصوصية بيت عائشة. الأمر الثامن أن في دفن هؤلاء الثلاثة تحقيقا للرؤية التي رأتها، إذ قالت: إني رأيت أنه سقط في حجري ثلاثة أقمار، فعرضتها على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن كانت رؤياك حقا فإنه سيدفن في بيتك ثلاثة هم خير أهل الأرض. ولكن في المرفوع ضعف، والثابت أنها قصت هذه الرؤيا على أبيها فأجابها بما ذكرنا. الأمر التاسع أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أنه لا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته، وإنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تتخذوها قبورا. وهذه الجملة تفيد معنيين: إما أن تترك الصلاة فيها كما سبق، وإما أن يدفن فيها، فهي قضية عين موجهة توجيهات عدة. روي عن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، أخرجه أبو داود. دل على أنه مستور، ولكن هذا الحديث أيضا يضعفه الألباني رحمه الله، ويصحه آخر ليس كشفه لكي يرى فقط، فدل على أن هناك حائلا وساترا في الحجرة. على كل حال هذه المسألة طرأت الآن وأجيب عنها الآن.